تبازة نداء للشعب الجزائري للتعرف على شخص متهم بالنصب. أجري قاضي تحقيق الغرفة الثانية. أداء محكمة تبازة نداء للشعب الجزائري للتعرف على شخص متهم بالنصب. وحسب ما جاء في بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة والمرفوق بصورة فوتوغرافية للمتهم المسمى راهمية عبد السلام، دعا كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم بصفته شاهدا أو ضحية الاتصال بقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة تبازة. وأوضح البيان أن المتهم متابع بجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية وجنحة استعمال صفة. حددت السلطة العمومية ظروف منحها طبقا للمواد 242 و243 من قانون العقوبات. وجاء هذا البيان بعد إطلاع قاضي التحقيق على طلبات وكيل الجمهورية لدى محكمة تبازة المؤرخة بتاريخ 14 ديسمبر 2022، وكذا الإطلاع على المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيقة.